يا مساء الفل، معاكم عمر عبد الرحيم. انا بشتغل انجلش ترينر، وزائد كده انا زي ما بيقولوا كده سوشيال ميديا انفلونسر، اللي هي مش انفلونسر برضه عشان نبقى بنتكلم صح. اللي انا بعمله ان انا جاي النهارده ببقى مختلف شويه، بتكلم على حته ارتباط السوشيال ميديا واهميتها بالنسبه للدكاتره او بالنسبه للميديكال فيلد او المجال الطبي. اللي انا شايفه ان الامباكت بتاع ده او التاثير بتاع النقطه دي هيخلي الناس عندها education او medical education، اللي هو انا من ضمن الناس اللي ناقصني ده. لما معظم الدكاتره او كل الدكاتره يبقى لها interaction مع السوشيال ميديا او على السوشيال ميديا ومع الناس كلها، ده هياثر فينا كلنا في ان يبقى عندنا medical culture، احنا بنبقى فاهمين عارفين وعندنا وعي طبي كافي. لان بنلاقي مثلا لو انا رحت للدكتور وقلت له انا الحته دي بتوجعني، اداني دواء، خد الدواء ده يبقى كويس، انا ما اعرفش انا عندي ايه، طب سببه ايه، طب الدواء ده صح ولا لا، طب الدكتور ده صح ولا لا. فاكتر من راي بيفيد، وده هيفيد ازاي؟ لازم عن طريق السوشيال ميديا. واعتقد ان السوشيال ميديا هيكون ليها very important impact او تاثير ايجابي جدا 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 ومهم. وانا كنت مبسوط جدا ان انا موجود في الايفنت بتاع النهارده، واتشرفت جدا بالناس كلها، واتشرفت بوجودي النهارده. و thank you very much for watching، و مش هشوفكم بقى الفيديو الجاي لان هو فيديو واحد بس على الايفنت، يعني فاللي هو الناس اللي عارفاني يعني. بس thank you very much.